مشاهدينا الكرام، وفي اليوم العالمي للعمل الخيري والذي تشارك فيه دولة الكويت دول العالم بمساعدة المنكوبين، يقف جنود خلف هذه الجهود الكبيرة بأدوار بالغة الأهمية يساعد لتسليط الضوء على بعض هذه الجهود. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من جمعية الهلال الأحمر الكويتية الزميل نواف الشراكي. نواف، مساء الخير وصناء المعروف، تقي مصارع السوء دائما. حدثنا نواف عن دور الكويت الريادي في المجال الإغاثي ومساعدة المنكوبين. نواف، مساء الخير لك ومساء الخير لكل مشاهدين نشرة الأخبار لتلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلت، نعم، في هذا اليوم وهو اليوم العالمي للعمل الخيري، العالم كله أجمع يستذكر أيضا في هذا اليوم العمل الإنساني والخيري لدولة الكويت. و حقيقة هو العمل الذي أو اليوم الذي يسبق احتفالات أيضا العالم الدولي في تسمية صاحب سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه بالقائد العمل الإنساني يوم الاثنين القادم 9/9 في هذا اليوم. ونحن الآن متواجدون في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، هذه الجمعية التي تعتبر إحدى واجهات التي تترجم العمل الخيري والإنساني لدولة الكويت. ونحن في هذا اليوم حقيقة سوف أيضا نستذكر العمل الخيري ونعرف أيضا كيف ينظر إلينا العالم أجمع من خلال هذا اليوم الإنساني الخيري. في هذا الوقت يسعدني أن يكون معي الآن في جمعية الهلال الأحمر الكويتي السيد يوسف المعراج، وهو مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حتى نعرف بالنسبة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي أستاذ يوسف ماذا يعني لكم اليوم، هذا اليوم الاحتفال باليوم العمل الخيري الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضوركم. طبعا هذا اليوم بالنسبة لليوم العالمي العمل الخيري أو العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم، هو يذكرنا طبعا في بعد يوم 9/9 ذكرى تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني. وهذا طبعا ما مني وطريج إلا طبعا من أعمال الإنسانية اللي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومتطوعينها في الجمعية. تقدمنا ما يقارب الآن يعني تقريبا 102 دولة حول العالم من هذه المساعدات اللي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي من خلال متطوعينها بإرسال مساعدات، إن كانت من شتى أنواع الكوارث تحصل بالعالم، إن كانت الدول القريبة والدول بعيدة. أبو حسين، يعني اليوم أيضا تزامنا ونحن متواجدون معكم في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كان هناك قبل قليل أيضا توقيع اتفاقية من قبل جمعيتكم الموقرة مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. حدثنا ونضع المشاهد الكريم أيضا حول تفاصيل هذه الاتفاقية. نعم، طبعا الأمين العام الحاج مادو طبعا كان في زيارة إلى طبعا الاتحاد الدولي الصليب والهلال الأحمر، كان في زيارة إلى دولة الكويت وقابل مسؤولين من دولة الكويت، وأيضا قابل رئيس مجلس الإدارة الدكتور هلال الساير والأمين العام مهل برجس في الجمعية، والطبع اطلع على المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي. وطبعا كان هناك توقيع مذكرة تفاهم لانتشار وباء إيبولا في الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان تبرع من جمعية الهلال الأحمر الكويتي للقضاء على هذه الآفة اللي موجودة في الكونغو وأيضا امتدادها للدول المجاورة. وطبعا هناك كثير من الدول الأفريقية مثل سيراليون و كونغو، وطبعا هذه الدول اللي متعرضة للأوبئة اللي موجودة الحين. أستاذ يوسف المعراج، مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كل الشكر لكم حقيقة وقواكم الله. شكرا لكم ولحضوركم، بارك الله فيكم. شكرا لك. يمكن مثل ما ذكر الأستاذ يوسف المعراج، وهذه من الأخبار الذي ينفرد فيها قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون دولة الكويت، أن قبل قليل جمعية الهلال الأحمر الكويتي وقع اتفاقية عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأيضا برئاسة كان هناك من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير رئيس الجمعية، وأيضا من قبل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد الحاج إيدو سي. من قبل هذه الاتفاقية هي عمل وتعاون، وأيضا دعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ب 300 ألف دولار لدعم الاتحاد لمعالجة، نعم،
إنقاذ حقيقة الناس الموجودين في جمهورية الكونغو من مرض إيبولا. نعم نواف الشراكي موفد تلفزيون دولة الكويت في الهلال الأحمر، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر موصول للأستاذ يوسف المعراج مدير إدارة الكوارث في جمعية الهلال الأحمر، شكرا جزيلا.